التي أخبرنا الله عز وجل عنها تقوى الله، وهي صفة شاملة لفعل المأمورات لفعل الواجبات وترك المنكرات والوقوف عند حدود رب الأرض والسماوات. عباد الله، من اتصف بهذه الصفة انتفع بالقرآن واهتدى بالقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، دخل جنة الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. فيا عباد الله، آمنوا على